بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 196. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول المحال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق، كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله. ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وغيره: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من سار على هذا المسار، أنهم يقصرون همهم على توحيد الربوبية ويقررونه ويقيمون الأدلة عليه ويكتبون عقائدهم عليه، كما هو الموجود من عقائدهم التي تدرس الآن في مدارسهم ومعاهدهم، عقيدة الأشاعرة، وهي إثبات توحيد الربوبية فقط الذي أقر به المشركون من قبل. نعم. قال: وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه لله. نعم. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، كل منهما مرتبط بالآخر. أما أنك تقتصر على توحيد الربوبية فقط، إنك تركت اللازم والمطلوب، وهو توحيد الإلهية. أما إذا أتيت بتوحيد الألوهية فهذا يدخل فيه توحيد الربوبية ويتضمنه. نعم. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده، وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات، والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي في السماوات والأرض، ومعنى آلهة يعني من يستحق العبادة، من يستحق العبادة على الوجه الصحيح غير الله لفسدت. فكل ما عبد من دون الله فهو غير مستحق للعبادة، وعبادته فاسدة، ولذلك تفسد السماوات والأرض بالشرك والعياذ بالله. أما أهل النظر فيقولون: لو كان فيهما رب آلهة، يعني رب إلا الله، وهذا الشيء أقر به المشركون، ما يقولون فيهما رب غير الله، فهم يعتبرون أن الرب واحد، وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهم مقرون بهذا. نعم.
ثم أن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد. الصوفية يرون أن المقصود هو توحيد الربوبية، فإذا الإنسان حقق توحيد الربوبية فإنه حينئذ إذا شهد أنه لا يدبر ولا يخلق ولا يرزق إلا الله فهذا هو المسلم عندهم، ولو لم يعبد الله ولو لم يصلي ولو لم يزكي، هذا دينهم الباطل والعياذ بالله. ولا حرج عليه أن يفعل الفواحش، يستحل المحرمات، لأنه مقر بالتوحيد عندهم وهو إثبات الرب. نعم. ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه. ولذلك يقول إذا خالفت أمره فقد وافقت قدره، فهم يعتبرون أنهم موحدون لأنهم وافقوا القدر، هذا هو التوحيد عندهم. نعم. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال هذا يرد عليهم، لأنهم يقولون إذا أقررت بتوحيد الربوبية وحققته فلا عليك أن تعمل المحرمات وأن تترك الواجبات لأنك وصلت وعرفت، يسمونها العارف، يسمونه العارف. نعم. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله فرق بين المطيع والعاصي، فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والفاسق، فرق بين المؤمن والمنافق، فرق بينهم، فدل على أنه لا يكفي أنك تقر بتوحيد الربوبية، بل لا بد أن تأتي بالأوامر وتجتنب النواهي. نعم. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهؤلاء سووا بين المسلمين والمجرمين، يقولون ما داموا يقرون بتوحيد الربوبية فهم موحدون وهم من أهل الجنة. نعم. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. فهم يقولون هذا برضا الله، أن الله رضي منا هذه الأعمال القبيحة ولو شاء لما مكننا منها، هكذا يحتجون على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والقدر يؤمن به ولا يحتج به. القدر يؤمن به ولا يحتج به، يؤمن به ويثبت لله عز وجل في حكمه وأسراره، ولكن لا يحتج به الإنسان على المعاصي وعلى المخالفات، بل يترك المعاصي والمخالفات ولا يقول إن الله قدرها علي لو شاء الله ما أشركنا، بل يقول: أنا الذي فعلت هذا وأتوب إلى الله وأستغفره. نعم. بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب. ما يجري على العبد مما ليس له فيه قدرة كالمصائب والموت والمرض والجوع وغير ذلك، هذا يسنده إلى القدر، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له فيه حيلة ولا فعل. أما ما يفعله باختياره كالكفر والإيمان والمعصية والطاعة وغير ذلك من الأفعال الاختيارية فهذا لا يحتج عليه بالقدر إذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى، بل يتوب إلى الله ويستغفر ويعتبر أن هذا من خطئه ومن فعله هو، فيتوب إلى الله، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اصبر هذا على القدر، واستغفر لذنبك، ففرق الله بين ما كان من القضاء والقدر هذا يصبر عليه ويؤمن به، وبين ما يكون من العبد وهو الذنب فيطلب الاستغفار. نعم. قال: ولهذا حج آدم وموسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم موسى، كما قال تعالى: ما أصاب موسى عليه السلام قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، يسأله عن المصيبة التي حصلت،
فآدم عليه السلام أسند هذا إلى القضاء والقدر، وأن هذا شيء مقدر، أن خروجهم من الجنة هذا شيء مقدر. فحجم آدم موسى عليه السلام، ولم يحتج آدم على الذنب، ما قال أنا أكلت من الشجرة بسبب القضاء والقدر، بل تاب إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا على المصائب التي لا حيلة للعبد فيها، يرضى بالقضاء والقدر ويصبر على ذلك. نعم، فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر. نعم، ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب أحد، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا. نعم، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. هذا لو ضربه أحد لوجدته يطلب الانتقام والقصاص، ولا يقول هذا قضاء وقدر. أي نعم، بل يطلب القصاص ويطلب العقوبة ممن ظلمه وممن اعتدى عليه. هذا دليل على أن هذا الجرائم لا يحتج عليها بالقضاء والقدر، السرقة والقتل وظلم الناس لا يحتج عليها بالقضاء والقدر، وإنما تعالج من قبل بالحدود، تعالج بالتعزيرات، تعالج بالتأديب، لأنها أفعال العباد. لو كان القضاء والقدر حجة فيها، هي قضاء وقدر لكن هي فعل العبد أيضا، فنحن ننظر إلى فعل العبد ولا ننظر إلى القضاء والقدر. فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر على الجرائم سائغا لما أقيم حد ولا قتل مرتد ولا حصل ولا حاجة إلى جعل محاكم وقضاة، قال هذا قضاء وقدر. نعم، نعم. قال: وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة للجاني عليه وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. نعم، ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبل عذره ولا يعاقبوه، ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل منهما يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. رحمه الله. نعم، ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر، إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. يتطور بهم الأمر إلى أن يجعلوا الكون كله هو الله وليس فيه انقسام. نعم، الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما، ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات. نعم، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. عندهم التوحيد أن لا تشهد في الكون انقساما، وإنما الكون كله هو الله لا انقسام فيه، فإذا قلت الكون خالق ومخلوق هذا شرك عندهم. نعم، يقول عارفهم: السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية أي نظرا إلى القدر، ثم لا طاعة ولا معصية أي نظرا إلى أن الوجود واحد، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود. نعم، يتطور بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود. نعم، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره، وواجب بنفسه وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناس يشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابه فيه، قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك، وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا، بل لا يوجد إلا معينا مشخصا، فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشترك فيه
ولكن تشابها، ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا كله رد على أهل وحدة الوجود الذين يقولون أن الكون شيء واحد، والكون مختلف ليس شيئا واحدا، مختلف اختلافا كثيرا، وهو أعيان متفرقة، مخلوقات كثيرة متنوعة، فهذا في الحقيقة إلغاء للعقول. نعم. قال: وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر، فيميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما نبه على ذلك في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي، لأن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر، ولكن ليس في هذا حجة للعبد أنه يقول ما دام أن الله قدر الشر فلا يلام الكافر والعاصي، لأن الله أعطى المخلوق قدرة ومشيئة واختيارا، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء باختياره وقدرته، ولذلك الصبي وغير المكلف والمجنون لا يؤاخذ، لأنه ليس عنده تفريق بين هذا وهذا، أما العاقل فهو يفرق بين فعله وبين القضاء والقدر، فالقضاء والقدر من شأن الله سبحانه وتعالى، وأما فعله فهو المسؤول عنه، وهو الذي يثاب أو يعاقب عليه، وهو يترك باختياره ويفعل باختياره، عنده قدرة وعنده مشيئة وعنده إرادة وعنده إمكانية. نعم. قال: وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه، كما قال تعالى: أو عدل ذلك صياما، وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كما معه 1000 دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما، ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عن هذه السورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لا في القدر، وإنما في الفضل، في الفضل فقط لا في القدر، ولذلك لا تغني سورة الإخلاص عن القرآن كله، وليس فيها بسط وتفصيل للأحكام الشرعية والأوامر والنواهي. نعم. قال: إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. نعم. وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي والعملي الذي تدل عليه الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، له مؤلف في تفسيرها، مؤلف مستقل. نعم. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، توحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية. نعم. لا أعبد ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار، كما كان يفعل المشركون من العرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، هذه السورة براءة من الشرك، فيها إفراد الله بالعبادة وفيها البراءة من الشرك، فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، وإلا لم يكن مسلما. الذي لا يتبرأ من الشرك وأهله ويقول الناس لهم إرادتهم ولهم اختياراتهم ولهم، ولا نحجر على أحد ولا نبغض أحدا ونحن عندنا المحبة والتسامح، هذا كله من الباطل. فالمؤمن يغار على دين الله ويكره الكافر ويكره الكفار ويتبرأ منهم، وإلا لم يكن مؤمنا. نعم. قال: وسورة الإخلاص قل هو الله أحد
فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن آثر التعطيل والجحود للإله المعبود. فسورة الإخلاص فيها توحيد, فيها توحيد, فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأما سورة قل يا أيها الكافرون ففيها توحيد الألوهية, توحيد العبادة. نعم. وإن كان في الباطل يقر به كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل, فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات, ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي إثبات مفصل مثل الله جل وعلا الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق المدبر, فيها إثبات مفصل للأسماء والصفات, وفيها نفي مجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. نعم. هل تعلم له سمية, نفي مجمل وإثبات مفصل. نعم. ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسف وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولوا ليس كذا ليس كذا ليس كذا, لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى, هكذا يصفون الله سبحانه وتعالى بنفي مفصل. وأما الإثبات فهو مجمل, يقولون الله موجود, يثبتون له الوجود فقط والوجود المطلق عندهم. نعم. فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق, يقرون منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج, فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق, بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا, فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينة مشخصة, أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود. كل هذا من تخبطاتهم وتخرصاتهم لأنهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. نعم. وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن, قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص, فالمرسلون أثبتوا له الأسماء والصفات والعبادة وأثبتوا أنواع التوحيد, فسلم الله عليهم ونزه نفسه عما يقوله خصوم الأنبياء من المشركين والوثنيين والمعطلة وغيرهم. نعم. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم, هذا الإثبات المفصل. نعم. سميع بصير علي عظيم, خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش, كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكة, يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين, إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. نعم. ويقول في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد, هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا, فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالمخلوق له صفات والله جل وعلا له صفات, مخلوق له سمع والله جل وعلا له سمع, مخلوق له علم والله جل وعلا له علم, الله له وجه والمخلوق له وجه, الله له يد والمخلوق له يد كما ثبت ذلك في الأدلة. لكن مع نفي التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأثبت لنفسه الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى, كلها تتضمن الكمال, فلذلك صارت حسنى. نعم. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا, والإلحاد في أسمائه وصفاته يكون إما بنفيها وتعطيلها وإما بتحريف معانيها وإما بإطلاقها على المخلوقات. نعم.
وهو أي المؤمن يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تقدم الكلام على هذه الآية. نعم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية كما سبق أن الله أبطل بها الشرك من جميع الوجوه، فالمدعو من دون الله ليس له شرك في السماوات ولا في الأرض، لا يشارك الله في الملكية ولا يعينه ويؤازره سبحانه وتعالى، فليس له معين ولا ظهير من خلقه، وليس له شفاعة إلا بالإذن بإذن الله جل وعلا. نعم. وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطب جليل. نعم. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا تحير الإنسان بين هذه الأمور ولم يتبين له شيء فإنه يدعو بهذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به في استفتاحه للتهجد إذا قام من الليل رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة عليهم السلام؟ لأنهم جاءوا بالحياة، فجبريل جاء بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وإسرافيل فيه بيده الصور الذي ينفخ فيه فتعود الأرواح وتحيا يوم البعث والنشور. فهو يدعوه بربوبيته لهؤلاء الملائكة، هذا من التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه رب، فهو الرب سبحانه وتعالى رب هؤلاء الملائكة العظام. نعم. وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما في سورة يونس، وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. كان الناس أمة واحدة يعني على دين أبيهم آدم، ليس عندهم شرك، إلى أن حدث الشرك في قوم نوح اختلفوا بعد ذلك. فالآية فيها تقدير كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا فبعث الله النبيين، بعث الله نوحا أول الرسل عند الاختلاف وحدوث الشرك، كما في سورة يوسف يونس عليه السلام وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. هذا الذي تضمنه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وجزا المستمعين والإخوة المهندسين خيرا. إذا أحببت فضيلة الشيخ تختم بشيء في هذا في نهاية الحلقة تفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا المستمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيهم بالعناية بكتب هذا الإمام الجليل التي تنضح بالعلم وتشع بالنور، فعليهم أن يعتنوا بها وأن يراجعوها وأن يدرسوها دراسة صحيحة، فإنه إمام مجدد أنقذ الله به الأمة من وحدتها، فهو نازل المشركين وعبدة الأضرحة والمتصوفة، ونازل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ونازل القبوريين
ونازل اليهود والنصارى وأهل الكتاب وأبطل ما عندهم من الشبهات، فكتبه ولله الحمد كتب عظيمة تتضمن التجديد لهذا الدين، فهو من أعظم الأئمة المجددين، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونفعنا بعلمه وكتبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الختام هذه تحية أخي مهندس صوت ناصر بن حسن الجريسي وسائر العاملين في إذاعة القرآن الكريم، وتحية لكم أخواتي المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء بكم في برامج نافعة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.